الانديه بين الهلال السعودي ونادي مونتيري المكسيكي، كيف كيف نحكيه مع وليد على الفينال باش يبدا بعد شويه بين ريدز ليفربول، كيف كيف مع نادي فلامينغو البرازيلي. مباشره تنقيز للدوحه وين موجود زميلي وليد. اهلا بك وليد. اهلا اسلام، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعيك بخاصه فهم وين ما كنتوا من الدوحه هوني. احنا على بعد بعض المئات الامتار على الملعب. وفات اليوم بالنسبه لمباراه اليوم التذاكر كلها انتهت، فما بعض اللي حضروا لهنا من مختلف البلدان قاعدين يحاولوا يتحصلوا على تذاكر بطرق خلينا نقولوا ملتويه شويه، لكن فما زاد تشديدات كبيره امنيه على الملتويه حتى غادي زاد. اكيد اكيد موجوده الطرق الملتويه في كل مكان في العالم اسلام، خطر عليه زاد فما برشا ناس قصف، مثلا فما شكون اللي قصف على اساس فريقه ينجم يوصل للفينال ولا للتروازيام بلاس ينجم يبيع التذكره نتاعه، والا بون يعني هو ممنوع من الفيفا، لكن برشا عمليات قاعده تدير بالطريقه هذه. هنا الاقبال الجماهيري الكبير ياسر هو بعد ما بدات وفود جماهير ترجي تغادر في الدوحه، اصبح الالوان الطاغيه هي الاحمر والاكحل نتاع فلامينغو اللي اضفوا اجواء على الدوحه شو نقول لك رائعه. برشا جو من البرازيل. ما نعرفش شنو كان يكون الاجواء في الدوحه من غير جمهور الترجي وجمهور فلامينغو، على خاطر بالحق وين تمشي في اي مكان في الدوحه ترى الاحمر والاصفر والاحمر والاكحل نتاع فلامينغو ونتاع الترجي. وفي اكثر من بلاصه وين يتلموا زوج جماهير هذوما وين يتقابلوا تصير اجواء ياسر ياسر تحفونا. داير شفتوا اكيد فيديوهات في كل لي باج هبطوا دونك هذايا اللي عطى برشا عطى رونق للمسابقه هذه صراحه. مثلا نعطيك مثال، مباراه نصف النهائي ما بين ليفربول ومونتيري في المدارج كانت ثم برود كبير، وقت اللي تجي الكره عند صلاح للمصريين اللي كانوا طاغين زاده في الملعب نهارتها يتفاعلوا تينا، فما كلك سنتين معناها مئات جمهور ليفربول ما تحاولش وليد، فماش انجليزي جمهور الانجليزي بقله، لانه جمهور ليفربول اللي جاء اكثر مش من الانجلتير، جاء فما اللي جاوا من الافريقي شي فما برشا اللي موجودين هنا في البلاص مثلا المصريين، فما مثلا الجماهير الاسيويه اللي زاد تحب الكره الانجليزيه، دونك هذايا اكثر حاجه بالنسبه لليفربول. فما شعبات جاوا من انجلترا مش بالطريقه اللي تحاولوا بها جمهور فلامينغو، على خاطر جمهور فلامينغو حسب التقديرات نتاعهم هما يقولوا لنا رانا في الفينال حيكونوا في الحدود 16000. جاوا باعداد كبيره اونتر فارونتيز. والاجواء نتاعهم حلوه برشا، وعندهم زاد الخصوصيه كانوا يجيو عائلات، يجي البو الكبير والام والابن وحتى اولاد الاولاد، دونك اجواء كبيره تحسها حلوه. وفي بارونتيز عندهم ذكرى يقعدوا حتى لتوا قاعدين يغنيوا عليها، اللي هما ربحوا ليفربول عام 81 3 بلاش في الانتر كونتيننتال، اخر كاس ليبرتادورز هزوها هما 81 لعبوا في الانتر كونتيننتال ليفربول وربحوها 3 بلاش. اليوم الناس في هذا يغنيوا عليها معناها، وجايين على امل كانوا يعقدوا نفس البيرفورمانس هذيا. بالنسبه للجمهور الترجي كما قلت لك بدات تقل الاعداد، حتى في الشارع ما عادش قاعدين نشوفوا برشا الاحمر والاصفر، قل شويه على خاطر برشا روحوا سواء ايام الاربعاء الخميس والجمعه سبت لحد نتصور زاد الناس الكل اللي جاوا باش يروحوا. البارونتيز جاوا مش كان من تونس، جاوا من كندا من امريكا جاوا من فرنسا جاوا من دول اخرى مجاوره، دونك كان تحول زاد باعداد محترمه جدا بالنسبه لجمهور الترجي. اكيد الناس كل قاعده ما زالت تتساءل على وضعيه الاحباء الموقوفين، فما في الموقوفين كان تتذكر قبل ما تبدا كاس العالم بالنسبه للترجي كانوا فما اللي عملوا شويه شغب في الطائره، هذوكم توقفوا من بعد تسيبوا، لكن الشركه نتاع الطيران اللي جابتهم قالت انا ما نعاودش نرجعهم لانهم احدوا شغب في الذهاب، مش لقاو لهم شركه طيران اخرى تروح بهم، علما انهم هذوكم توا في حال صلاح وحضروا الماتشوات. بالنسبه للي توقفوا على الشماريخ الى حد الان شكون مش القرار المحل باي وليد لحظه الجزء الاول حكيت عليه، شكون مش القرار المحل السفاره التونسيه ولا كيفاش بالضبط؟ للامانه ما عنديش المعلومه اسلام، قاعد يصير تنسيق اسكو ما بين السلطات التونسيه والا مع شركات الطيران ولا الامور الامنيه هوني في تونس، للامانه ما عنديش المعلومه، ما نعطيكش معلومه غالطه، لكن بالنسبه للي موقوفين الى حد الان
فما اللي قاعدين يستنطقوا فيهم، لانه زاد فما حاجه لهنا اسلام، فما كل استنكار كبير من المنظمين على كونه جمهور ترجي شاعل الافلام، خاطر احنا في تونس كوتيتر مستنسين شويه كونه الافلام موجود وكوتيتر تنسنا به ياكلوا حاجه خايبه. لكن هنا اول مره تصير في قطر كونه الافلام يشعل في الساس. ثانيا تعزيزات امنيه كبيره، كانت احنا الاعلاميين نتفركسوا راهو بصرامه شديده، نتفركسوا كدير على الجمهور، حتى المنظمين بيدهم اللي عنده البادج نتاع الفيفا وغيره يتفركسوا فيفا صارمه. دونك كونه دخل الافلام للاستاد وشعل بالنسبه لهم هما حاجه خطيره برشا. وما يخفيك هما توا في بروفا لكاس العالم 2022 وبين ظفرين استفادوا برشا من حضور جمهور الترجي على خاطر هما لهنا استادات ديما فارغه. دونك هذيا وحتى الجماهير الاخرى قلت لك تجي عائلات ماهيش جماهير اللي باش تعمل الشو اللي عملوا البوبليك اكسبيرونس. ولا بالضبط. دونك هما قاعدين يتعلموا من المناسبه هذه ويحبوا يفهموا كيفاش تدخل الافلام للستار وحتى كيفاش تخلي القطر. الحقيقه ما عرفتش باش يفهموا ذا اللي وليد. كيفاش فلان ما همش باش يفهموا الى حد الان، خاطر الناس الكل حتى في تونس سنين وسنين العباد ما فهمتش كيفاش يدخل الافلام للسينما. على فكره اسلام احنا في منصه الصحفيين وقت اللي شال الافلام كيف قلت لك فما استنكار حتى من الصحفيين اللي موجودين في المنصه، كيفاش كثير هكا ومش معقول وكذا، ومن بعد الكل جاوا يسالوا فينا التوانسه كيفاش دخلوا، قلنا لهم احنا عندنا 20 سنه نسالوا في التوال هذا، انتم جايين تحبوا تفهموا بالضبط. صعيبة شوية الحكاية، تعرف أنت للجمهور اللي دخل في الفلام زاد حتى في الاستنتاج ما نصوروش اللي باش بين البراين باش يعطي البحث الصحيح، دونك ما نعرفش شنو باش ترسي الحكاية، لكن أغلب الظن الأمور ماشية نحو الانفراج لأنه نهار لحد اللي هو غدوة فما إمكانية كبيرة كانوا يتسيبوا ويرجعوا لبلدانهم، دونك توالي عايشين في تونس ولا يخرج الناس الكل علما وأنه فما سنين باسبور ألماني جاوا من ألمانيا تسيبوا بتدخلات من السلطات الألمانية، دونك هذوكم تسيبوا وروحوا على رواحهم، بالنسبة للبقية مازالوا يستنقوا فيهم. هذه الوضعية اللي عندي هنا، إن شاء الله تكون فما تطورات إيجابية في الساعات هذه اللي توا وإلا في الساعات القادمة إسلام. سينو بالنسبة للفينال في الموضوع هذا، لحظة وليد قبل ما تعدى الفينال في الموضوع هذا اللي باش يتسيبوا حتى اللي تشدوا عندهم مواد مخدره زاد ينجموا يسيبوا على حد قلت لي والا ما زلت مش واضح. بالنسبه للمواد المخدره هذوكم يطبق عليهم القانون القطري اللي هو صار برشا في الموضوع هذا، ولو فما امكانيه كونه يتم التخفيف، يعني فما دخلت وزاره الخارجيه على امل كونه يصير التخفيف في الوضعية هذه، معناها خاطر ما همش مقيمين، دونك فما امكانيه زاد لي معناها البينيفيتي للتخفيف العقوبات عليهم، وان شاء الله معناها وضعيتهم ما تزيدش تسوء في الايقاف. بالنسبه نحكي على وضعيه الجميع، انا مش نحكي لهنا على اللي على يستهلكوا المخدرات ولا غيره، نحكي على وضعيه الجميع. ماذا بينا ان شاء الله ربي يرجعهم لعائلاتهم سالمين. باهي شنو حبيت تحكي على الفينال وليد؟ بالنسبه للفينال قلت لك تتلعب هنا جيشي فيرمي، تفكر كل تباعت حتى اليوم في المحطات نتاع المترو فما ميساج قاعد يخرج للجمهور اللي راهو استاد ما فيش تفكر واللي ما عندوش تذكره ما يجيش للاستاد، وراه ما فما حتى امكانيه باش تقتني تذاكر لانه التذكر وفات، علما انه هنا لي جور دو ماتش اسلام النقل بالمترو مجاني، كل واحد يستظهر بتذكره نتاع استاد يتحصل على داي باس، معناها تذكره تمشيه نهار كامل في الخطوط نتاع المترو الكل. هنا لتجنب الاكتظاظ خاطر ما يخفيكش الثقافه نتاع استعمال المترو لهنا ماهيش متطوره برشا، والناس الكل تجيب كراهبها ويصير اكتظاظ كبير على لي زالونتور نتاع الملعب هذا. 2015 ما كانش موجود مترو. المترو صاروخ بارونتيز معناها اي جديد اللي في قطر جديد، ومعناها اولا متطور ياسر، ثانيا فارغ، مازال ما فماش ثقافه استعمال المترو. في بعض الاحيان نطلع في المترو نلقى روحي وحدي ولا معايا اربع خمسه من الناس، معناها راهو باش تبداو واضحين. دوك اللي ميساج بالنسبه للماتش اليوم كونه اللي ما عندوش تذكره ما يقربش من الستاد، زايد على خاطر ما فماش تذكر وما تنجمش تبوست تذكر في الستاد. كما قلت في البدايه اللي ينجم يدبر تذكره
بالنسبة للناس اللي ماهيش داخلة عندها تذكر ممكن ينجم يقتني تذكرة. بالنسبة للأسعار في حدود أغلى تذكرة هي كانت يظهر في حدود 400 ريال دونك ما يقارب 320 دينار توانسة، وحتى اللي قاعدين يتباعوا في المارشنوار في حدود الضعف يعني قاعدين في حدود 600 دينار 650 دينار توانسة بعد معناها مش السعر الحقيقي هذا السعر وقت اللي باش يتباع في المارشنوار دونك فوالا. لاسبي سبورتيف فما شبه اجماع كانوا ليفربول فوق معناها الجميع في المنافسه هذه. شفتوا في الماتش الاول دور الافكتيف ايمال غيسا نجم في الدقيقه الاخيره يختطف هدف الانتصار. بالنسبه الماتش اليوم حتى فلامينغو في مباراه الهلال لقى صعوبات كبيره وما ظهرش مستوى كبير اللي على الورق يخليه يكون اقل حظوظ للفوز بالمنافسه هذه من ليفربول، ولو في ماتش نهائي لازم كل شيء يصير علما انه ليفربول باش يرجع لها جابي جول اللي كان معقب في الماتش الاولاني ما لعبش دونك لازم يغير بوتيتر شويه زاده من وجه الفريق. اتو نشوفوا الفينال اللي تبدا تقريبا بعد قرابه ال 30 من جابي جول اللي كان يلعب في الانتر. جابي جول الهدف نتاع فريق اي كان يلعب في الانتر جابرييل جابرييل داسوزا حاجه هكا بالضبط. هو اللي معاملين عليه فهمتني حتى في المنافسات في الليبرتادوريس كان هو الليدر في الفريق وعنده قيمه معناها في الديسبوزيتيف نتاع فلامينغو. هذه الوضعية عموما اسلام كفيت ووفيت يا شيخ الله يخليك وسام الله يخليك يعطيك الصحة زميلي وليد برحومة على كل هذه التفاصيل. أكيد حكينا على مقابلة الفينال بعد شوية بين ليفربول وكذلك فينال كأس